نمشيو للموضوع الثاني المرتبط بالفيضانات. بداية نترحم على الموتى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ونعزي الأسر بهذه المناسبة. الخسائر المادية ولا الخسائر البشرية، هناك يعني تقارير رسمية صدرت في هذا الموضوع ويتم تحيينها كلما تغير الموضوع. طيب الآن اللي نبغي نأكد على أن مختلف المصالح الحكومية والسلطات المحلية متعبئة تعبئة شاملة لمختلف الموارد المالية والبشرية، الهدف هو أنه نعبئ هذه الوسائل كلها من أجل التدخل بشكل سريع وفعال وناجع، وهذا هو اللي وقع منذ الساعات الأولى. وطبعا هناك مواكبة لهذا الموضوع بشكل دوري وبشكل مستمر. الدخول السياسي والتحديات ديالو، الحكومة طبعا البوصلة الأساسية اللي تيرسمها هو الخطاب ديال العرش ديال جلالة الملك، وخطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش حدد الأولويات في طالعتها. طبعا التحدي الأول اللي هو التحدي ديال الماء، وأيضا هناك يعني التزام حكومي بأنه ما تبقى من هذه الولاية الحكومية سوف يكون اشتغال بشكل دقيق حول موضوع التشغيل، نظرا يعني للحاجة لخلق فرص تشغيل أكثر في المجتمع. دابا السياق ديال الاشتغال ديال الحكومة احنا كنا تنعرفوه، ما محتاجينش نكرره مرة أخرى لأنه تكلمنا عليه بما يكفي. الجفاف المتتالي والمتتابع، يجب أن نعترف بأنه بالنسب النمو اليوم التي تحققها بلادنا تحققها خارج مساهمة القطاع الفلاحي. لو كان سنة متوسطة لوصلت نسب النمو إلى مستويات كبيرة، هذا يبرز المجهود الكبير الذي تقوم به بلادنا وطبعا الحكومة في المجالات الأخرى اللي مرتبطة بالصناعة وبالسياحة وبالخدمات وغيرها من هذه المجالات. فتحديات واضحة هناك، أولا ما جاء في البرنامج الحكومي يجب استكماله والمرتبط بقضايا عديدة جدا في بلادنا، فيما ما هو اقتصادي فيما ما هو اجتماعي، ولكن هناك أولويات يجب متابعتها بكثير من الدقة، خاصة الموضوع اللي تكلمت عليه ديال الماء، لأن الماء هو تحدي كبير جدا. يجب أن نعرف بأنه راه وصلنا المبالغ، البرنامج الذي راه جلالة الملك رحنا فوق 140 مليار درهم، هذا مبلغ كبير عبأته الحكومة في خلال هذه الفترة، يبين المجهود الحكومي الكبير الذي تقوم به بلادنا في هذا المجال. طبعا الاستثمارات ديال تعبئة المختلف الموارد من أجل معالجة إشكالية الماء راها مستمرة، قدرنا أننا نحقق منجزات كبيرة جدا سواء ما يتعلق منها بالتحلية واللي تأخرت لسنوات، مشاكل ديال الربط ما بين الأحواض، الإمكانيات اللي تعبأت على مستوى استكمال مجموعة من السدود. فالمجهود هو مجهود كبير واستثنائي، وطبعا هو مجهود يبذل تحت الضغط. ضغط ماذا؟ ضغط الندرة ديال هذه المادة الحيوية. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.